بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ والتلميذات، سعيد بلقياكم مرة أخرى عبر قناتنا خلط علوم. أغتنم هذه الفرصة وهذه المناسبة لأعبر لكم جميعا عن فرحي وسعادتي بنجاحكم وباجتيازكم لامتحان السنة الثالثة إعدادي بتفوق وبامتياز. أقول لكل الناجحين والناجحات مبروك مبروك مبروك، والله إني سعيد وفرحان وأشاطركم الفرحة والسعادة بهذا النجاح وبهذا التفوق، وكل عام إن شاء الله وأنتم متميزون وأنتم ناجحون، ويشهد الله سبحانه وتعالى. وهذه رسالتي عبركم إلى آبائكم وأمهاتكم، فأسأل الله أن توصلوا هذه الرسالة وأن تسمعوها إلى آبائكم وإلى أمهاتكم وإلى أحبابكم. يشهد الله أنه من اللحظات صراحة التي تؤثر في كثيرا، وهي لحظات النجاح ولحظات التتويج ولحظات العلم والسماع بأن فصراحة التلاميذ طيلة السنة يعني يتعبون، يجدون، يكدون، يسهرون الليالي، يجرون هنا وهنا بحثا عن المعلومة وبحثا عن الاستفادة وبحثا عن الفهم السليم. وأخيرا تتوج مجهوداتهم بتوفيق من الله سبحانه وتعالى بالنجاح، فهذه سعادة لا توازيها ولا تعادلها سعادة صراحة. الفرحة كبيرة والفرحة عارمة، وكما أقول للتلاميذ الذين لم يحالفهم الحظ، يعني صراحة يعني لا تبتئسوا ولا تحزنوا، فهذه الحياة عبارة عن امتحانات وعبارة عن عقبات، فليس العيب أن يعثر الحصان ولكن العيب أن يبقى الحصان حيث عثر. هذه فرصة وهذه مناسبة لإعادة ترتيب المعلومات وترتيب المعارف وتثبيتها، وما يدريك لعل الله سبحانه وتعالى يحدث من بعد ذلك أمرا كبيرا وفتحا عظيما. فمرة أخرى أبارك للناجحين، مبروك عليكم ومبروك لكم، وأتلجتم صدورنا وصدور أبائكم، فمبارك لكم وكل عام أنتم إن شاء الله تعالى ناجحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.